جزاكم الله خيرا. أختنا تقول أريد أن أتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، فما هو الأفضل؟ افتوني جزاكم الله خيرا، حيث أنني أخاف من البدع ومن الشرك أيضا. عليك بتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تتمسكي بها، لأن تقرأي هذه العقيدة على معلمة صالحة تبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة، أو على الأقل تقرأين من الرسائل المختصرة المفيدة، وما أشكل عليك فاسألين عن معناه من عنده معرفة من أهل العلم. نعم.